تلعب لعب وتحتلني ب احنا غالبا مجانين ده مش غالبا ده اكيد احنا غالبا مجانين ده مش غالبا ده اكيد احنا غالبا مجانين مش كاسه اول يحاربه المسيح هو اللي حارب شكله مش هيكر مش هيكر كاسه هو شايف يسوع شكله هو بيقول انا عارف انك في مش انا لكن المسيح يسوع بيتزم كل الناس اللي بيخافوا في الكنائس بدون الاعظم عشان يطلعوا شيء مسيحيين مسيحيين بالاسم اللي بيهزم الشيطان هي كلمه المسيح معرفتك بالكلمه الحيه تعرف منين التعليم الحقيقي اللي بيبقى فيه ايات وعجائب الانجيل قال في مرقس 16 هذه الايات تتبع المؤمنين لا تقول الشياطين ده مش غالبا ده اكيد احنا غالبا مجانين ده مش غالبا ده اكيد نصيحة دي تبقى زي الدور سيبني اللي انا ظهرتله وقلتله لماذا خمس خصمانات كذبك كذبك لمجدي ده نبلة كذبك لمجدي كذبك لمجدي ده نبلة واكل ايدي وزراعة الطيران ده نبلة ده اثباتي محبتي وسماحتي أي نصيح ليك عقلك محدود قاصر على الإدراك حكمتي وما قصدي نهاك انت بس هويك وانا حديد اخر حلاوة حلاوة نصيح ليك انت ضعيف عقلك شايفين الغل؟ الجحيم حقيقي ايه الامراض اللي تبقى تعال جاد بجد تطلع سالي خد دايما دبره وعجد انا بس عليك كل مصلحه بس ما بقيتش بتعالج وما كانت اي حد جوه انا قدام الدبره والشخص ده لو خرجت منه
هيعمل في بلاده. الامر بعد كده موت بعد هو بس اتنين بس مسخره. ففي واحد ما يبوش اتنين. ما حصلش. انت مالك من جحيم؟ ايوه انت مالك من جحيم. مين انت؟ انا الشيطان، انا عدوك وعدوه. انا الملك. ازاي ايه اللي انت بتعمله في مملكتك؟ الشياطين شيء خطير. اسمع، اوعى تستهين. ازاي بتدخل الناس مملكتك؟ فلوكش معايا كله ده، كل النهاية. ايه فلوكش معايا كله ده وحش؟ بس ليه ما كانش لما تسمع مني جاب علم؟ كل شياطين مختلفة بالاجساد. انا كل يسوع جاب علم. كنت بتهزم الكلمة دي. كان تختار وعجزته، راح عند اعظم دكاترة على مستوى. عجزته وموقفته. هم هنا عند اعظم طبيب في الكون، يسوع المسيح. مشاكلهم انتهت. خلاص جبرت اهلا بس بعد الفور بس لحد كده. جوزك بيجيله حاله من الغضب شديده جدا في البيت، ولما بيغضب بيبقى عايز يكسر كل حاجه في البيت. مالك يا شيطان انت تهبل وبيضربك. مش هو رد اسمي يسوع المسيح. روح القدس هو اللي كشف لي ده، مش هو. زي ما انت شايفه الشياطين. ايه انت بتعمل على حاجه زي يا بنت خالد؟ الشياطين انت اخترق من النور الحقيقي. الشياطين ما تقدر تحط بدماغك. Thank you.